السلام عليكم طلاب. اليوم نكمل المحاضرة مع الفصل الثاني اللي هو بريشر بيلد اب تيست، هو واحد من الفحوص اللي نفحص منها الكيمياء. زين، وصلنا احنا الصفحة 43. طبعا اللي قبل الأوراق اللي قبل كلهم الفتيل وصلت الصفحة 43. إذا أريد إحنا أخذنا بالمحاضرة اللي قبل هذه، حكينا عفوا بالفصل القبلي بالفصل الأول حكينا على حجم المكمن. إذا تذكرون معادلة الليبي، إذا أريد أحسب معادلة الليبي بالفحص التراكمي أو بريشر بيلد أب تيست، فأني أحتاج أقدر من عند يميني أقدر أخيم حجم البئر. شلون اخيم او افحص حجم البئر؟ بالمعادله اللي ظاهره عندكم هنا بالشاشه، البي برايم تربيع ناقص البي 2 تربيع بي برايم 2 ناقص البي برايم 1 في الدلتا ام في الحجم الكيوميوليتيف البرودكشن فوليوم في البي او بيتا او على الفي ار سي تي في الفاي، اللي هي الـ VR حجم المكمن أو الـ Reservoir Size. زين، في حالة طبعا أنا عندي الـ Compressibility موجودة، الـ Cumulative الـ MP هنا موجودة عندي. زين، شلون أطلع الـ P1 والـ P2؟ البي 1 والبي 2 طبعا هي تكون افريج ريزرفوار، البي 1 هي قبل الانتاج، قبل انتاج النفط، والبي 2 بعد انتاج النفط. طبعا هنا كاتبتكم معلومه طلاب، البي 1 عندي تايم 1 والبي 2 عندي تايم 2. التايم 1 هي قبل انتاج النفط، والبي 2 هي الزمن الثاني بعد انتاج النفط. هذه اعتمدت على معادله الماتيريال بالانس. زين، فالبي 2 برايم ناقص البي 1 برايم في الدلتا ام بي هي الكمبوزيت كيوميوليتيف برودكشن في البيتا او في ار سي تي فاي. على استناده حصل من المعادلة اللي قبلها الحجم الريزرفوار الريزرفوار سايز. فالمثال يوضح طبعا المعادلة نطبقها بالتفاصيل، انه دلتا ام بي عندكم نعطيكم المعطيات اذا تو بريشر بيلد اب تيست ارن اون ذا اويل اون ذا ويل او اون ذا اونلي ويل ان اكلوز ريزرفوار ذا فيرست تيست اندكيتس ان افريج بريشر. عندنا 3000 هذه البي 1، ذا سكند اندكيتس 2000 ملي هذا الحجم الضغط الثاني، ذا ويل بروديوس ان افريج اوف 1500 اس تي بي هذا الكيو ان اس تي بي في ار دي. زين، ان اس تي بي في ار دي اوف اوليوم ان ذا ميل بتوين تيست من الفحصين، ذا افريج اول فورميشن فوليوم فاكتور البيتا اون 1.3 توتال كومبريسبلتي تي هلقيت قيمتها. فنعطيكم اياها الافريج ثيكنس الاتش هي 10 فوت. فيريد تحسبوا لي الاريا يبنج أرمي الريزرفوار بالأرك، يريدها بالأرك يعني مو الحجم، شيريد يريد الأرمي بالأرك. أنا شرح أسوي أجي أحسب الحجم عن طول الكيوميوليتيف زي اللي هو الأفرج الأفرج برودكشن أوف أن أفرج 1500 أو الكيوميوليتيف برودكشن الكيو رايت وبيتا اون البي برايم هي ايش قد 3000، البي 1 3000 والبي 2 2000 ملي بي اس اي المؤدى الفاي والسي تي حسب شنو؟ طبعا ما هو الفارق انه دلتا ام بي هي نفسها الكيو توتال الكيو كلي حسب الفي ار. بعد ما حسب الفي ار احنا عدنا بنحول من الاكار للبرامج مثلا في 43 560، واذا اريد احول من فوت من برا 5.615
شيء هو بيش طلعلكم طلعلكم بالبرامج أقسم على 5.6 × 5 على موجب بيش يطلع يطلع بالأكرار وأضرب في 43 على موجب هذين الوحدات أحول لي إلي للأكرار فالأي آر بيش تطلع شوفوا عندكم ال 5.6 واحد من فوق تكعيب للبرامج زين من الفي ار هو طلع بالبراميل اذا اريد احول من فوق تربيع للاكبر اضربها في 43 و 560 زين فهذا يساوي 43 560 يحول الواحد اكار يساوي 43 560 فوت تربيع. عندكم اذا اريد احول من البراميل للفوت البراميل 5.615 فوت تربيع بعد ما حولته فراح تطلع قيمه الاري من ريزرفوار من اكار. عندي موديفايد فور جاز اذا اريد اسوي موديفايدنج للجاز يعني احسب البريشر والسكين فاكتور والكي في حاله اذا عندي غازات شلون استعمل الغازات استخدم طبعا هو حاط شيء بالتفصيل بفصل خامس بس انا ما راح ادخل لكم بالغازات كاني احسب انتاج الغاز لان انتم عندكم ماده الغاز تكيف وتوفي فما اعطيكم بشكل مفصل للغاز بس الاشياء اللي تخص الانتاج فقط. فهنا عندي ايش قال لك نستخدمها بطريقتي حساب الغازات في حالة عندي البي اكثر من 3000 وعندي البي الاقل من 2000 البي الاكثر من 3000 يستعمل معادلة في دبليو ال في اي هذه المعادلة اللي هي 2.31 طبعا شنو ناقص الاس زائد اذا تتذكروا التربلنس اخذناها الدي في الكيو بفصل بالكورس الاول إذا تتذكرون حكينا عليها وطلعني قيمة الاس برايم والاس والكيلو مختلفة وعلى سنتي بالاختصار معادلتين أطلع قيمة التربلنس زين فبهذه المعادلة شرح أحسب طبعا هو سلايد كومبريسبيلتي في حالة إذا كنت سلايد كومبريسبيلتي الغاز برودكشن ريت هي الكيو جي الغازات ناخذ كيو جي من نفط كيو او في حالة عندي إنتاج غاز راح أحسب معادلة أدخل بها الكيو جي والبيتا جي شنو عندكم الكي اف سي توتال للكل يو اي للغازات عندكم الكي في الكي برودكشن هاي كلها زائد كيو جي للغازات زين عندي في حالة طبعا هسه بيحكي لكم على الوحدات الكيو بالان ستاندر كيوبيك فيت بير داي الفورميشن جاز فوليوم فاكتور البيتا جي البرل على الان ستاندر كيوبيك فيت عندكم الكيو جي في البي جي ريزرفوار البرل بير داي زين هذا حاكي على الوحدات مالتهم لكل الغازات صفات الغازات ككل احنا ناخذ البيتا جي واليو والسي جي هاي هسه قلت لكم اياها اذا اريد احسب البي برايم البي اي اذا اريد احسب البي اي طبعا نفس الطريقه القديمه اللي احسبها بيها البيتا جي طبعا طلع هذه البيتا جي اللي حاسب لكم اياها 178.1 زت اي تي في بي ستاندر كونديشن على البي اي في التي ستاندر كونديشن طبعا نوني زت اي مرات اعطيكم اياها بالسؤال مرات احتمال اني تتذكرون من حسبناها بالكورس الاول لازم تعرفون انتم شلون تنحسب ما اعطيكم اياها مباشره حسب طبعا نفس السؤال حسب الوقت اللي اني احدده ككل بس على اكثر زد اي انتم تحسبوها انت مثل ما حسبت البي جي اي تحسب الزد اي عندك التي والبي اي تي المطي البي ستاندر كونديشن والتي ستاندر كونديشن طبعا الفي ستاندر كونديشن 14.7 والتي 520 زين عندك الدي فاكتور هي النون دارسي تربلنس
كراشن روس. هذا شلون احس به؟ من دارسي تيربولنس على المعادلة S برايم تساوي S زائد G في الـ QG. تذكرون بالكورس الأول قلت لكم في حالة أني إذا أريد أحسب قيمة الـ S برايم وأجي أمد الخط المستقيم S بين الـ S برايم وبين الـ QG من أرسم مخطط الـ X axis هو للـ QG والـ Y axis هو للـ S برايم. فالـ S هي وراء أني أرسم خط مستقيم هي امتداد الخط المستقيم أوصل من الـ Y axis على مود أحسب قيمة قيمة الـ S. ومن أجل المعادلة عندي كيوت S1 و S2 والـ QG1 و QG2 وعلى استنادي أحسب وعندي قيمة للـ S وحدة وأطلع من أجل non turbulence pressure loss اللي الأول أفهم non darcy turbulence pressure loss أحسب الفاكتور زو. For many cases pressure below في حالة إذا عندي إحنا ممكن أكون نوع من الغازات إذا كانت أقل من 2000 وأكثر من 3000. في حالة أقل من 2000 نستخدم هذه المعادلة، وفي حالة أكثر من 3000 هذه أكثر من 3000 أستخدم هذه المعادلة، في حالة أقل من 2000 أستخدم معادلة بي تربيع بي دبليو اس تربيع. إذا تنتبهون بال في إذا كانت بي أكبر من 3000 أستخدم بي دبليو اس، إذا كانت أقل من 2000 أستخدم بي سكوير. انتبهوا للمعادلة بي سكوير، بس العلاقة بين بي دبليو فراح أرسم علاقة بين بي دبليو اس تربيع بي اي بي دبليو اس تربيع ويا التي في زائد دلتا تي على دلتا تي. زين، وبالحالتين انا راح اطلع من عندي الاس برايم واطلع من عندي الاس وعندي الكيو جي، وبالمعادله من اطبق احسب قيمه النون تربلنس فلو بريشر، عفوا النون تربلنس بريشر اللي هي من دارسي اكويجن فلو. طبعا الان كل وحده لها ام معينه، يعني معادله في حالتي في اكبر من 3000 اطلع قيمه لها ام واطلع لها في من امر. في حاله اذا كان الضغط اقل من 2000 استخدم الام برايم الي والي في من امر غير شكل. لو تنتبهون ضوء هذه المعادله في 1 اور ناقص في دبليو اف، في حاله الضغط اقل من 2000 في تربيع 1 اور ناقص في دبليو اف تربيع. انتبهوا زين، على مود احسب قيمه الاس برايم، ما تفرق الباقي ما يفرق عن شيء، بس احسب قيمه الام برايم. بس لا تغلطون لا تنسون يعني في 1 تربيع، يعني انت مو مخطط شو تطلع في 1 تربيع، وفي حاله اكثر من 3000 في 1 اور يعني تطلع في تربيع 1 اور وتنقص من في دبليو اف عند الدلتا تي تساوي صفر. طبعا تربعها وتحطها بالمعادله على تقول تحسب قيمه الاس برايم. زين، طبعا لما حاجيكم اني قال لكم انه مسوين علاقه للام برايم شلون تنحسب، هي 1.637 كيو زد اي في تي على الكي في اتش. من هاي المعادله راح احسب شنو قيمه الكي، لان الام تساوي هذا الفاكتور، فراح انت ترسم شنو؟ ترسم الـ في دبليو اس تربيع ولا الـ تي في زائد دلتا تي على دلتا تي. زين، هسه بحكي لكم على المثال، هسه راح يتبين شو اسمه يتوضح بالمثال. ايش قال لكم؟ جاز ويل بولد اب تيست اناليسيس، ماخذين فحوصات هذا المكمن بطريقه البولد اب تيست، نعطيكم الكيو جي ونعطيكم التي بالفهم الممكن نحولها للرانكين، نعطيكم الاتش الميم اي الاس دبليو فاي الزد اي. شوفوا الزد اي نعطيه، قلت لكم مرات الزد اي انا ما اعطيه انتم تحسبوهن. عندنا الار دبليو السي جي اي البي اي البي دبليو اف،
الوقت. عشان انا اذا اريد احسب الحدود بدي الاف اذا اريد احسب راح اسوي ارسم على سن البنفي دبليو اس هو اللوج تي في زائد دلتا تي على دلتا تي بفتره المدى التايم ريجن بعدين ارجع على مود اطلع مود الخط المستقيم من عدول في 1 hour راح يرجع ينطيك ترسم بين الفي دبليو اس تربيع والال تي في 2 هذه تي بي 1 تونت ويا التي بي 2 زائد دلتا تي على دلتا تي وتاخذ الموديل تايم ريجن بين الخط المستقيم اللي وتاخذ البي تربيع 1 اور البي تربيع ال 1 اور فهو حاسب كل واحد حاسب لكم اياها ونعطيكم اياها مرات اني احتمال بالسؤال يا اما انطيكم لواحد يعني انتم تحسبون لفحص واحد يعني طلعوا لي مين واحد والمين الثاني والفحص الثاني اني انطيكم اياها يا اما انطيكم اياها بين البي دبليو اس والتي بي زائد دلتا تي على دلتا تي او انطيكم مال البي تربيع versus log t v زائد دلتا t على دلتا t والثاني انتو ترسمون هل اكون انتو فكرة مثلا اذا يجيكم السؤال زين ايش رايد رايد من هذا البيانات احسب لي الكي والاس برايم من الكربولنس ما الكربولنس شلو باش عرفناه او العفو من دارسي راح يجي يحسب لكم اول شيء حسب البي جي اي من 178.1 منطقكم ياما كل هي منطقكم البي ستاندر كونديشن 14.7 والتي ستاندر كونديشن 250 فهو يعني 181 بالفهرنهايت حولها لرنكن بيجمعها بال 520 وطلعت 641 فهنا تجي تحط هاي وحسب عندك البي ستاندر كونديشن 14.7 والتي ستاندر كونديشن 520 وطلعت البي جي اي بالبارون بير ام اس اس سي اف بعدين وراها حسب الكي يعني هو هسه دا يحسب المن دا يحسب للنيل الاول دا يحسب للنيل الاول عند من رسم العلاقه البي دبليو اس والتي في زائد دلتا تي على دلتا تي حسب قيمة الكي واجى حسب قيمة السي تي السي تي يساوي السي جي في الاس جي لانه هو بس غازات عنده بس غاز ما عنده مالتي فيس فلو اذا عنده مالتي فيس فلو ياخذ السي توتال السي او زائد السي او اس او زائد السي دبليو اس دبليو زائد السي جي اس جي بس بما انه عنده هو بهذا بس المجموع منتج الغاز فحسب ضرب السي توتال شو يساوي السي جي في الاس جي لانه هو منطيكم الاس دبليو ومنطيكم السي جي اي الاس دبليو شو يساوي الاس دبليو شو يساوي العفو الاس جي شو يساوي تساوي 1 ناقص الاس دبليو السي جي يعني منطيكم الاس دبليو فال 1 ناقص 0.3 طلعت الاس جي 0.7 ضربنا في السي جي اي طلع السي توتال اي اجى حطها بالمعادله وحسب الاس برايم عند قيمه الكي وعنده P1 أمر في حالة عندك طلع الاس برايم 4.84 في حالة عند ال PWS تربيع يعني الفي أصغر من 2000 أصغر من 2000 طبعا نفس الخطوات يسموهم حسب الاس برايم 4.27 في حالة عندي modified for multi face flow إذا كان عندي أكثر من face يعني طور الغاز والطور النفطي والطور المائي شو راح أصير؟ أصير البي جي البي توتال
Q total, you know, and the Q للغاز والQ للأويل والQ للووتر. زين شنو عندكم؟ فشو حصير؟ واللندا والكي، إذا أريد أحسب الكي لازم عندي الكي للغاز والكي للأويل والكي للووتر النفاذية. فهو ايش راح يسوي؟ وعندك طبعا نفس الشيء هم من سي توتال، هي سي اونر اس اونر، سي غاز اس غاز، وسي ووتر اس ووتر، زائد سي فورميشن. اذا كان عندك مالتي فيس فلو الفي دبليو اف تساوي بي اي، هنا عندك اللندي. اللندي شنو هي توتال؟ اللندا توتال هي الكي او على المو او الموبيلتي، توتال موبيلتي يسمونها، او اللندا توتال. اللندا توتال اذا عندك مالتي فيس فلو، هنا انا عندي كي او مو او، وعندي كي دبليو مو دبليو، عندي كي جي مو جي. طبعا المالتي فيس اذا احتمال عندي، مو شرط عندي كي غاز ومو شرط عندي كي ووتر، يعني احتمال كي او للكي ووتر، او كي او للكي غاز، او كي ووتر كي غاز، مو انه يكون ثلاث أطوار، 2 أو 3 فيس. زين في الار توتال، الكيو ار توتال البرودكشن شو يكون؟ الكيو للاويل بيتا اويل، زائد الكيو للغاز بيتا غاز، زائد كيو للووتر بيتا ووتر. الكيو اذا تعرفون عندنا الكيو جي دائما ناخذ الكيو جي نطرح من عنده الكيو للاويل في الار اس على الالف. هذا التيرم منين اجي؟ اريد منكم جوابي. زين فهنا ايش يقول لك؟ يقول لك الكيو توتال، التوتال فلورايد، الكيو توتال انزفر طبعا يكون بالبرد بير داي، نجلكتنج سولوشن غاز ليبريتد فروم بروسيجر ريدوسر ووتر. شنو هذا بين قوسين الجملة؟ شنو لها معنى؟ طبعا كلش كبير، واريد اعرف من عندكم هو هذه الكيو جي، ليش ما اخذ كيو جي بي جي؟ ليش حط وياها كيو اويل ار اس على الالف؟ زين حسب بعدين هذه الكيو ار، الكيو ار توتال والليندا توتال، لانه عندك كي اويل على المو اويل من الليندا. حسب شنو هذه؟ اذا تتذكرون هذه قانون الكي، الكي تساوي 62.6 كيو او مو او على الام في اتش. فهو ايش سوي؟ الكيو او على هنا الكي، من هنا الكيو او، فانت ما راح تجيب الكي او على المو او، زائد الكي دبليو على المو دبليو، زائد الكي جي على المو جي، فطلعت انها اللندي باعتبار الكي او على المو او. فيجي يحسب كل وحده من عندهم الكي اويل والكي غاز والكي ووتر. اللي يفرق انه شنو وين؟ الكيو اويل، الكيو اويل عفوا الكيو جي هو يفرق عن البقيه. هنا كيو دبليو بي دبليو، كيو او بي او مو او، هذا كيو دبليو مو دبليو بي دبليو. بس الكيو غاز يفرق انه نقص من الار اس في الكيو على الالف. بعد اللي يحسب الاس، طبعا هنا الكي هو بالقانون الاصلي هو الكي على المو، هنا هو نعطيها اللندي لانه حسبها انه ككي على المو هي اللندي، وحسب السي توتال بنفس الطريقه اللي علمتهم عليه، ويحسب على السي دي بطريقه هورنر بلوت، يرسم ويطلع الميل. بعد ما رسم وطلع الميل راح يجي يحسب واحد وحدي للاس والكي. عندكم هذا السؤال راح يوضح الحكي ككل. مالتي فيس فلو تيست اناليسيس، شنو التعليم مالتهم؟ بولد اب تيست بس كمالتي فيس، نعطيكم منتج اويل ووتر وغاز ثلاث ادوار،
فالوك بروبرتيز ايفالويتد ات افريج ريزرفوار بريشر من المحللين الخصائص النكبي ان بي في تي بنعطيكم الاس او والال جي والاس دبليو والسي او والسي جي والسي دبليو واليو او واليو دبليو واليو جي داتا اون داتا ووتر داتا غاز والار اس والفوي ار دبليو والاتش رايد طبعا نرسم بين البيتا اول والبرشر والسولوشن جاز اول ريشيو والبرشر حاسب الافرج برشر طالع الدي ار اس على الدي بي هل جت قيمتي والدي بيتا اول على الدي بي هل جت قيمتي والبرودكشن رايت الكيو او هل جت الكيو دبليو الكيو جي وراسم العلاقة بين الـ PWS versus log T في زائد دلتا T على دلتا T ونطلع قيمة الـ P1 hour حلقة قيمته والفلنج بريشر قيمة 2028 PSI رأي تحسبوا لي استميت لنداتي الKO الKW والKG والS طبعا كل وحدة لها قانوني بس تفرق الـ KO بس تفرق الـ KG انه الـ QG ناقص الـ QO في الـ RS على الـ ألف زين عندي ميلة خط مستقيم كلها نعطيكم اياهم بالسؤال طلع قيمة الـ KO والـ KG والـ KW يجي يحسب الـ QR total الـ QR total هم الـ QO بيتا O زائد الـ QG ناقص الـ QO في الـ RS على الـ ألف يجي جمعهم طلع الـ Q الكلي وراها حسب شنو حسب اللندي الكلي بعد ما حسب اللندي الكلي عندي أنا الـ CO هسا هذا هو بالعكس حسب يجي ورا ما يحسب شو انا احسب السكين فاكتور ما عندي السي او والسي توتال لازم احسبهم السي او شو تساوي السي او تساوي بيتا جي على بيتا او دي ار اس على دي في ناقص واحد ناقص البيتا او دي بي او على الدي في حسب قيمة الكومبريسيبلتي للاويل فالسي توتال لازم ادخلها بالمعادلة مال السكن معادلة السكن لازم احسب السي توتال هو منطيكم السي جي والاس جي والسي دبليو والاس دبليو والسي اف بس السي او ما منطيكم يعني تحسبوني من هذا القانون على مود احسب السي توتال الكومبريسيبلتي الكلية بعدين احسب السكن فاكتور الكلية هذا السي توتال شوفوا احتاجيت معي بالمقام بعد ما حسبتي اجي اطلع السكين بعد ما حسبت السكين بعد ما حسبت السكين هذه المعطيات اللي رايد يهمي رايد الداتا اللندا الكلية والكي او والكي دي والكي جي والاس هذه المطالب المطلوبة وحسبتي بقى الاكسرسايز ان هذه مطلوبة من عندكم الحال من هذا الاسبوع يخلص الاسبوع الماضي الاسبوع الوراء مطلوب الحل ككل لانه احنا الاسبوع الجاي راح اعطيكم توتوريال ساعة كاملة يوم الاحد ان شاء الله بحول الله وسنين اذا تريدون هني يعني مثلا اذا ما لحد اني اعطيكم محاضرة بس اذا تريدون الاحد والسنين يكون يومين توتوريال يوم الاثنين يكون توتوريال ويوم الثلاثاء ان شاء الله او الثنين نبدي الفصل نبدي المحاضرة الثالثة اللي هي الفصل الثاني الدرو داون وعاشت ايدكم على الانصات ومع السلامة.